بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الأول الثانوي على قناة الأستاذ بشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. تنتظرين يا شباب، مرحبا بكم في المرحلة الثانوية. إن شاء الله بإذن الله تكون مرحلة مليئة بالتفوق والنجاح بإذن الله. إن شاء الله هتشتغل معانا بإذن الله المنهج بتاعك لعام 2024 من كتابين، كتاب المعاصر وكتاب جيم للعام 2024، وتتابع معانا ان شاء الله. ادي النهارده هنشتغل معاك من كتاب المعاصر الوحده الاولى، هنشتغل الدرس الاول والثاني النهارده ان شاء الله، وناخد معاك الفوكابلري اللي جاي عليها، المفردات اللي جايه على درس اول والثاني من الوحده الاولى. طبعا عندك الكتاب اسمه هل اهو قدامك اهو، وهنشتغل مع تريجر ايلاند، جزيره الكنز، دي القصه اللي موجوده في المنهج بتاعك. قدامك البيانات اهي اللي تخص كتاب المعاصر لعام 2024 الفصل الدراسي الاول، بيانات الكتاب اهي موجوده قدامك، حفاظا على حق الملكيه الفكريه للناس اصحاب الكتاب، ربنا يديهم طبعا ايه الصحه. ماشيين بالراحه عشان اوريك بس شكل الكتاب، وانت بتجيبه جديد اهو، وعايزينك تشتري كتابين، تشتري كتاب المعاصر، تشتري كتاب جيم، عشان تقدر تشتغل معانا من الكتابين باذن الله وتحقق اهدافك في النجاح والتفوق. على بركه الله هنذهب مباشره شباب للفوكابلري اللي جاي على الدرس الاول والثاني زي ما قلنا من الوحده الاولى، والنهارده ان شاء الله شغالين من كتاب المعاصر. البدايه موجوده على صفحه 14، واول جمله فيها تراي نوت. طب علشان انت لسه بس جديد معانا، لان ربما يقول مثلا انت سبت العناوين فوق ليه؟ اكسرسايز اون فوكابلري، تدريبات على المفردات. اندرستاند، الهدف منها انك انت ايه تفهم ايه اللي احنا شغالين عليه. تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، اختار الاجابه الافضل من الاختيارات المتاحه اي بي سي اور دي. وعندك كي فوكابلري، المفردات المفتاحيه، وهنبدا بالجمله الاولى بيقول لك فيها try not to eat too much، حاول ألا تأكل الكثير من أي فود، طعام. It is very tasty، هو صحيح طعمه حلو. But can cause you to feel uncomfortable، لكنه ممكن يخليك تشعر بعدم الارتياح. طب هنا الأكل اللي هو مش عايزك تأكله بإيه؟ spicy، مليء بالتوابل، اللي هو الأكل الحراق المشطشط، ولا healthy صحي، ولا flavorless يفتقد للطعم، ولا cool، cool بمعنى رطب أو شيء حلو. لا، هو مش عايزك تاكل الاكل السبايسي، ما تاكلش كتير منه، يعني لو عايز كده على نفسك حاجه ما فيش مشكله، بس ما تاكلش الاكل المشطشط ده كتير خالص، لانه مضر جدا للانسان. He lives in a or an، بيعيش في منطقه بيديها صفه area. It is very remote، remote معناها بعيد جدا، يبقى المنطقه دي مواصفاتها ان هي isolated معزوله، near قريبه، انسوليتد معزوله، والعزل ان هو بمعنى تبطين الشيء، زي انت مثلا بيبقى عندك استوديو للتسجيل بتبطنه، الحيطان بتاعته تعمل لها جزء من الخشب وجزء ما اعرفش ايه، بحيث انها تنعزل عن الصوت الخارجي. لكن ايزوليتد معناها عايش لوحده في حته، معزول عن البيوت كلها، منطقه بعيده. ادي دي الفرق بين ايزوليتد وانسوليتد، مختلفين واحنا شرحناها. كلوز معناها قريب، المنطقه هنا هو بتتميز بانها ايزوليتد، معزوله بعيده عن ايه؟ عن المكان الدنيا كلها. It's great to work in a pleasant، من العظيم الرائع ان انت تشتغل في ايه؟ pleasant، كلمة pleasant معناها سار، يدعو للبهجة يعني. طيب كلمة improvement معناها تحسين، government معناها حكومة، belongings معناها الاشياء اللي انت تمتلكها، حاجات تخصك، و environment معناها بيئة، والبيئة هنا المقصود بيها بيئة العمل تحديدا حسب الجملة دي. الواحد محتاج يشتغل في بيئة مبهجة تدعو للسعادة، يعني ما فيش فيها مشاكل وقلق. طبعا كل جملة مكتوب قدامها جايبها من محافظة ايه، علشان بس الناس ما تقولش بس انت ما جيبش ست المدن، لا موجودة انت عارف تقراها بالعربي يعني. نتحرك مع الشاشة ونروح مع جملة رقم 4، وبيقول فيها village people build their houses with local، الناس القرويين اللي هم عايشين في القرى بيبنوا بيوتهم بلوكال، لوكال معناها محلي، ايه دول السائحين، environments بيئات جمع كلمة بيئة، ولا animals حيوانات، ولا materials خامات، هي دي بيبنوا البيوت بتاعتهم من الخامات اللي موجودة في البيئة المحلية. 5 بتقول hotels should be built of، الفنادق يجب أن يتم بنائها من إيه؟ friendly، friendly المعنى الحرفي ليها ودود، بس اصبر شوية لما نيجي مع الإجابة. natural materials اللي هي بيقولوا عليها مواد خام طبيعية أو خامات طبيعية. طيب environment المعنى الحرفي ليها بيئة، environmental بيئة دي واخدة شكل صفة، environmental اللي واخدة شكل الظرف، و environmentalist ده الإنسان اللي بيراعي البيئة يا شباب. طيب هنا هناخد environmentally مع كلمة friendly، تبقى environmentally friendly معناها صديق للبيئة.
بيقول ان يجب بناء الفنادق من مواد طبيعيه صديقه للبيئه. يعني ايه صديقه للبيئه؟ يعني لا تسبب بها اي تلوث، هذا المقصود بيها. ستة بتقول سايكلينج ركوب درجات از ا توتالي. توتالي معناها تماما او بطريقه تامه. توتالي ايه بقى؟ كمل. فورم اوف ترانسبورت، شكل من اشكال النقل والمواصلات. طيب تمبرري، تمبرري معناها مؤقت. سستينابل معناها مستدام وتيجي بمعنى غير ملوث للبيئه. طيب ريسايكابل معناها قابل لاعاده التدوير، يعني ينفع تصنعه من جديد زي مثلا البلاستيك. نانو نوبل معناها غير متجدد، ودي المصادر الطاقه. ركوب الدراجات يا شباب بنقول عليه ايه؟ سستينابل فورم اوف ترانسبورت، بمعنى وسيله او شكل من اشكال النقل والمواصلات المستدامه، وتقدر تقول عليها برضه صديقه للبيئه. Some species of animals، بعض فصائل الحيوانات. Face extinction، تواجه الانقراض. That means they are ايه؟ نوصفهم ان هم ايه؟ Isolated، معزولين في مكان بعيد. Insulated، معمول عزل بتبطين الحجرة زي ما قلنا ضد الأصوات والحاجات دي. Endangered، معرضة للخطر. Popular معناها شائع ومحبوبة وشعبي. هم كده Endangered بقى، معرضين للخطر. نحرك الشاشة مرة كمان عشان نخليكم رقم 8 هي اللي ظاهرة. يقول لك فيها some places have limited، بعض الأماكن فيها إيه؟ محدد، يعني بكمية محدودة. On tourists because، على السائحين، لأن they have a unique ecosystem. فيهم النظام البيئي منفرد، يعني ما فيش منه زي ما تمام كده. طيب ecosystem اللي هي النظام البيئي زي ما قلنا. طيب نقول امباكت، تأثير. سبورت بمعنى تأييد ومساندة. سيستم، نظام. و opportunity، فرصة. بنقول some places have a limited impact، بعض الأماكن لها تأثير محدود على السائحين. ليه بقى؟ لأن هم ليهم زي ما قلنا ايه، ليهم نظام بيئي متفرد ومفيش منه اتنين. Providing holidays to isolated and endangered places، توفير الاجازات في الاماكن البعيده والمعرضه للخطر، معناه ايه؟ ايكو سيستم، نظام بيئي. ايكو توريزم، السياحه البيئيه. انفايرمنت، البيئه. كونزرفيشن، المحافظه على المياه. ده كده اسمه ايكو توريزم، السياحه البيئيه. السياحه البيئيه والمقصود بيها ان انت بتنظم رحلات سياحيه تمام صديقه للبيئه، لأماكن بتبقى بعيدة شوية أو نائية تمام، وأماكن بتبقى معرضة للخطر. مقصود بها اندنجر معناها معرضة للانقراض، يعني الأماكن دي مهددة بأنها تنقرض بسبب الإيه؟ بسبب شيء معين، فأنت بتحاول إنك أنت تحافظ عليها وتعمل لها سياحات بيئية ما تدمرهاش. عشرة ولا فيها سلمى wants to be our answer، ما تريد أن تكون جاية فرق to protect animals، كي تحمي الحيوانات and plants والنباتات. هي كده عايزة تبقى إيه؟ اكستريمست، متطرف. كونزرفيشنست، الكونزرفيشنست ده انسان محافظ على البيئه والنباتات والحيوانات وكل حاجه. ولا سيكيتيرست اللي هو بيقولوا عليه المعالج النفسي او الطبيب النفسي. ولا كابيتاليست، كابيتاليست اللي هم الانسان الناس اصحاب رؤوس الاموال. هي عايزه تبقى كونزرفيشنست، عايزه تبقى محافظه على البيئه وكل الكائنات الموجوده فيها. في 11 بيقول لك ووتر، الماء وجه الفراغ. هاز بيكام ا ماست، الماء ايه اصبح ضروره. دونيتنج، التبرع. كونزرفيشن، الحفاظ. ويستنج، الاهدار. سبورت بمعنى يؤيد او يساند. ووتر كونزرفيشن، الحفاظ على الماء. نتحرك شويه مع الجمله رقم 12. بيقول لك فيها ذا كومادو دراجون، اللي هو بيقولوا عليه تنين الكومادو. ماله بقى؟ از ايه تو اندونيسيا؟ it doesn't live anywhere else، ده مش موجود في حتة تاني. نقول امباكت، تأثير. ولا يونيك، شيء فريد من نوعه. سستينابل، مستدام او صديق للبيئة. وايكو توريزم، السياحة البيئية الصديقة للبيئة، يعني ده بقى ايه؟ ده فريد من نوعه، ما فيش منه اتنين. نتحرك مع الشاشة والجملة 13 بتقول pollution، التلوث. can have disastrous effects، يمكن ان يكون له تأثيرات كارثية زي ما بيقولوا. On the delicately balanced، كلمة delicately معناها بدقة، balanced معناها متوازن. ايه؟ industry، صناعة. culture، ثقافة. civilization، حضارة. ولا ecosystem، النظام البيئي. طيب هي دي، بس نترجم الجملة تاني عشان انت تستوعبها. بيقول ايه؟ التلوث يمكن ان يكون له تأثير كارثي
على التوازن البيئي الدقيق. يعني ربنا خلق البيئة بتوازن دقيق، ربنا سبحانه وتعالى اللي ايه مظبطه، يعني الدنيا تمام بالقدرة الإلهية. التلوث يدمر الحكاية، يخربها. 14 يوز هو كان قبل فراغ اوت اوف ذا بريدج من الكوبري. ريل اللي هو السور يا شباب الحديد. واتشينج ذا بوتس جو باي، بيتفرج على السفن والمراكب اللي رايحه وجايه. طيب ديفلوبينج معناها يطور، سويلينج بمعنى يلتهب يتورم، لينينج بمعنى يتكئ او يميل، مايل مميل ماشي من الايه من السور بتاع الكوبري. دايفنج هنا معناها يغوص. leaning out of بيبص من الكوبري لبره بجسمه، جسمه بره الكوبري بيبص ايه على السفن اللي معديه. when she was bitten by a mosquito، لما قرصتها النموسه ار من زراعها حصل له ايه؟ اب ها leaned مال اتكأ ولا swelled تورم دراعها التهب يعني، ولا spelled يعني من الفعل سبيل يتهجأ، ولا تريجد ترجل مشي خد رحله مشي كده. سويلد اب ايدها التهبت او ذراعها التهبت وتورمت. حرك مع العنوان الثاني بيقول لك امبورتنت فوكابلري، مفردات اهم شويه من اللي عدت. 16 بيقول فيها اي انا جاي فراغ تو لوك افتر ماي بيبي سيستر، انا ان انا اعتني باختي الصغيره. When my mother goes out، لما ماما بتبقى خارج المنزل. طيب volunteer بمعنى يتطوع، harm يضر، avoid يتجنب، lean بمعنى يتكئ على شيء، او زي ما قلنا من شويه كان ايه اللي كان باصص ده من الكوبري عشان يشوف السفن. volunteer يتطوع، انت بتتطوع انك انت تاخد بالك من اختك الصغيره وماما مش موجوده في البيت. Luxor is an important tourist ايه؟ الاقصر ايه مهم بالنسبه للسياحه؟ ايه؟ population سكان، attraction بمعنى منطقة جذب أو عنصر جذب أو مدينة جاذبة، ولا conservation الحفاظ على البيئة، ولا path ها الأقصر tourist attraction بمعنى منطقة جذب سياحي. I am traveling to أسوان، أنا مسافر أسوان in 3 days خلال 3 أيام. طيب it's my next A إنها إيه القادم بالنسبة لي؟ community مجتمع صغير، material خامة، destination جهة مقصودة، ecotourism السياحة البيئية. My next destination الجهة المقصودة التانية اللي جاية بالنسبة لي، يعني المكان التاني اللي أنا رايح. In prison في السجن ربنا عافينا، criminals المجرمين are ايه from the outside world من العالم الخارجي، بيعملوا لهم ايه؟ فاسي تمام، فاسي اللي هو الفاسي ايتر اللي هو الانسان اللي انت صعب ترضيه في الاكل. internal معناها داخلي وعكسها external خارجي. spicy في توابل كتير. disconnected، disconnected معناها معزولين او مفصولين، يعني احنا بنحط المجرمين دول في السجن نعزلهم نفصلهم عن العالم الخارجي. بيقول لك في 20 try to be، حاول ان تكون وجاء فراغ other people's feelings لمشاعر الاخرين، ان انت بتبقى ايه؟ isolated ولا unique ولا considerate ولا giant؟ considerate ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها عايز اقول لك ايه؟ تفهم، راعي شعور الناس، يعني ما تتحملش عليه. نحرك الشاشة عشان نخلي 21 هي العنوان. When food is، لما الأكل يكون إيه؟ prepared، prepared معناها معد أو مجهز. This boss بيكون healthy and tasty، بيكون في حاجتين، إنه صحي وكمان طعمه لذيذ. يبقى الأكل كده spicy. أنت هتقول أيوه، لا مش spicy. spicy إحنا قلنا فيه توابل كتير. properly معناها بطريقة ملائمة. otherwise وإلا. environmentally معناها بيئيا. properly prepared معناها تم تجهيزه واعداده بطريقه ملائمه. 22 بعد الفراغ. work for a charity، العمل لمؤسسه خيريه. and get money، وما بياخدش فلوس. طيب volunteers المتطوعين، ولا conservationists اللي هم المحافظين على البيئه، ولا residents الناس المقيمين في مكان، ولا volunteers هم السائحين المتطوعين. لا هو بقى volunteers. المتطوع لجمعية خيرية هو اللي بيشتغل من غير ما يحصل على المال. 23 بدء الفراغ means related to the environment، ايه في الاختصارات دي اللي له علاقة ماشي بالبيئة؟ ايه؟ ري اكس ايكو ان ايكو، ايكو معناها بيئي. في 24 بيقول فيها صم بعض ايه work in the tourist industry، بعض ايه بيعمل في صناعة السياحة. include معناها يتضمن كذا او يشتمل عليه، including
تضمين، او ان انت تخلي الحاجه مشتمله على لوكال معناها محلي، لوكالز معناها السكان المحليين، هي دي some locals بعض السكان المحليين، ده مصطلح ما اقدرش اشيل منه الاس، some locals بعض السكان المحليين. في 25 بيقول فيها the tourists lay on the beach، السائحين مستلقين على البلاش تو، علشان ايه؟ introduce يقدم، طب يقدم ايه؟ blow your hope اللي هو اللي هو some bath معناها يأخذ حمام شمس، exist معناها يوجد، هم مستلقين على الشاطئ على البلاج تحديدا علشان ياخد حاجه اسمها، عشان يعمل ايه؟ تو سان باث، سان باث معناها ياخذ حمام شمس. نحرك الشاشه شويه عشان نخلي جمله 26 ظاهره بطريقه افضل. بولوشن التلوث، بعدها فراغ، ذا انفايرمنت البيئه. تلوث يعمل ايه للبيئه؟ فولنتيرز يتطوع، هارمز يضر، افويدز يتجنب، لينز يميل او يتكئ. هارمز التلوث يضر البيئه. اير بولوشن تلوث الهواء تحديدا از ريلي حقيقه ايه؟ ها ديزاستر كارثه، كونسل مجلس، انفايرمنت بيئه، ايكو هوتيل. ايكو هوتيل معناها فندق صديق للبيئه. لا ده ديزاستر، تلوث الهواء ده كارثه. في 28 بيقول ايه؟ ذا هارت ذا وان اوف اي اورجانز، القلب هو ايه من الاعضاء في الجسم؟ ايه؟ قاسي، ما تعرفش ترضيه في الاكل والشرب الحاجات دي. انترنال داخلي، سبايسي في توابل، ديسكونكتد منفصل، انترنال اورجانز الاعضاء الداخلية في جسم الإنسان تحديدا، ماشي، وبرضو باقي أجسام الحيوانات والطيور وما إلى ذلك. نتحرك مع الشاشة في الجملة رقم 29 واللي بتقول one of the، واحد من إيه؟ in the hotel في الفندق، is an important man from Canada، شخصية مهمة منين؟ من كندا. solutions حلول، attractions مناطق جذب سياحي، residents نزلاء، و victims ضحايا. residents النزيل الشباب هو الشخص اللي بيبقى ساكن بمكان، بيقول عليه resident. 30 بيقول ايه؟ اور ان، وجاء فراغ بعدها، enjoys بيستمتع، themselves يمتعوا نفسهم، without damaging the environment بدون ما يدمروا البيئه. مين دول؟ volunteer يتطوع او متطوع، conservationist اللي هو اللي بيقولوا عليه المحافظ على البيئه، وريزيدنت النزيل، وايكو تورست السائح الصديق للبيئه، هي دي ايكو تورست. الايكو تورست السائح الصديق للبيئه ده بيروح مكان ويستمتع فيه وتمام التمام، بس من غير ما يضر او يتلف البيئه. I paid for 31 for everything، انا دفعت كل حاجه. ايه؟ ذا درينكس المشروبات، يقول لك بما فيها، تمام. انكلود يتضمن، انكلودنج هي اللي بقت واخده شكل الجيرند اللي قدامك ده، تمام. بيديني بيقولوا عليه في اللغه العربيه اسم فاعل، انكلودنج بما فيها او متضمنا على كذا او مشتمل على كذا، انما انكلود دي فعل يتضمن او يشتمل على. نيفر معناها ابدا، وايفر وقتها نيفر وايفر ابدا ومطلقا، الكلمتين دول من الكلمات الداله على المضارع التا. انكلودنج اجابه في 31. اجود تيم ممبر، العنصر الجيد في الفريق، عضو من اعضاء الفريق. ماله؟ new ideas افكار جديده، and find solutions وجد حلول، to work problems علشان ايه؟ يحلوا المشكلات. ها introduces يقدم، blows يهب، some bath ياخد حمام شمس، exists معنى يوجد، introduces يقدم دايما مع الافكار، بنقول introduce solutions ideas حاجات زي. 33 you have to arrive early، حتى ملاك الوصول مبكرا. ها you want to be allowed in، مش هيسمحوا لك بالدخول، يبقى ايه؟ otherwise والا، تهديد بقى. نتحرك مع الشاشة عشان نروح الجملة رقم 34، بتقول فيها some ancient Egyptian statues، بعض التماثيل المصرية القديمة، ها still لا زالت ايه؟ in the temple في المعبد. ها introduce يقدم، blow يا هوب، some bath يعكس حمام شمس، exist موجودة لا تزال موجودة. 35 I stayed in a، انا بقيت او مكست في ايه؟ It doesn't cause harm to nature، مش بيضر الطبيعة البيئة. disaster كارثة، council مجلس، environment بيئة، ايكو هوتيل، ايكو هوتيل ايكو هوتيل فندق صديق للبيئة، بيقول ايه؟ أنا أقمت في فندق صديق للبيئة، مش بيضر البيئة خالص. nature هنا بمعنى الطبيعة، مش بيضر الطبيعة، احنا قلناها من شوية. some children في 36 ار، بعض الأطفال مالهم؟ eaters، eaters اللي جاي من كلمة eat يأكل، تمام؟ طيب وده الفاعل اللي هو ايه الانسان بيقول لك ايه؟ هتجيبها مع الاجابه فاسي ايترز، معناها صعب ترضيهم في الاكل يعني، تمام؟ طيب
Mothers find it difficult. الأمهات بتجد إن من الصعب to know what they like، إنها تعرف هما بيحبوا إيه. بيقول ده بيسموه fussy eater، إنسان صعب إرضائه في الطعام. internal داخلي spicy متبل في توابل كتير وحراقة والحاجات دي، و disconnected منعزل أو مفصول عنه. طيب he was elected as a member of the city A، تم انتخابه كعضو من أعضاء مجلس المدينة city council. من ديزاستر كارثة، انفايرمنت البيئة، ايكوتوريزم السياحة البيئة. نشوف نروح للتعريفات اللي جاية على الدرس الأول والتاني من الوحدة الأولى، ومن العنوان قدامك واضح. أول جملة بدأ فراغ means special or the only one، كذا معناها حاجة خاصة أو الوحيد من نوعه. exotic معناها غريب، هل حاجة غريبة لكن ممكن تشوف حاجة غريبة بعدها بشوية أقرب منها وهكذا. sustainable مستدام أو صديق للبيئة، unique معناها شيء فريد من نوعه، مفيش منه حاجتين، على كده only one. وماتيريال معناها خام. خدنا إجابتنا في 38. 39 بدأ فراغ is a type of holiday، هو نوع من أنواع الأجازات أو نموذج من نماذج الأجازات that helps local people، بيساعد السكان المحليين and doesn't damage ولا يتلف the natural environment البيئة الطبيعية. ecotourism السياحة البيئية، ecotrip. ecotrip هنا معناها رحلة صديقة للبيئة، مش السياحة عموما. ecotourism السياحة، كل أنواع السياحة الصديقة للبيئة، لكن ecotrip دي بتبقى رحلة واحدة بس، رحلة واحدة بس صديقة للبيئة. ecosystem النظام البيئي نفسه، وايكو هوتيل فندق صديق للبيئة. الايكو توريزم كلها، كل انواع السياحه البيئيه هي اللي بيقول بصنعها انها نوع من انواع الاجازات اللي بتخدم الناس المحليين وفي نفس الوقت ما بتضرش بيه. 40 ا ايه means something، معناها شيء ما. that is used for making، بيستخدم لصنع او something او فعل شيء معين. ايه الحاجه اللي انت بتستخدمها عشان تعمل منها حاجه تاني؟ ايه دي؟ كاس القلعه، باث ممر او طريق، ماتيريال خامه، وكورال اللي هي عندك الشعاب المرجانيه مع كلمه كورال ريفز. طيب هنا بيتكلم عن ماتيريال الخامه، ودي الشيء اللي انت بتستخدمه عشان تصنع منه حاجه تانية. 41 بدا فراغ الشيء ده مينز معناه ذات ان اكتيفيتي، ان نشاط ما كان بي ريبيتد، يمكن تكراره، بيكوز ات دازنت، لانه لا هارم يضر ده انفايرمنت البيئه. ايه بقى اللي هو عباره عن نشاط يمكن تكراره انه مش بيضر البيئه؟ ايه ده كده بقى؟ اكزوتيك غريب، سبايسي في توابل، كراودد مزدحم، سستينابل معناها صديق للبيئه. هي دي سستينابل، الشيء الصديق للبيئه هو الشيء اللي انت ممكن تكرره اكتر من مره، او مستدام نفس الكلمه، كلمه سستينابل معناها مستدام، ده المعنى الاصل ليها، وبرضه صديق للبيئه الشيء المستدام معناه انه شيء صديق للبيئه ممكن تكرره، وهنا مستدام. اجابتنا في 41. 42 اور ان از افكت، كذا هو التاثير، ذات ان اكشن، اللي اكشن معناها فعل، حركه انت هتعملها، or a person أو شخص has on some on someone، شخص بيكون له على شخص ما، or something أو شيء ما. يبقى على بعضها نقولها تاني، كذا هو التأثير اللي ممكن يكون فعل معين أو إنسان معين يكون سبب فيه على حد آخر أو شيء آخر. impact كلمة تأثير، advantage ميزة، لتس اللي هو الخاص يا شباب، وعندي load جايب معنى يشحن. تمام. طيب impact، ولأن عندي كلمة load يشحن، unload بمعنى يفرق. طيب امباكت هو التعريف اللي بيضعه في الجمله اللي قدامك، هو تاثير اللي يكون لفعل ما او شخص ما على شخص اخر او على شيء اخر. طيب نتحرك مع باقي تدريبات الفوكابلري اللي جاي على الدرس الاول والثاني من الوحده الاولى، والعنوان عندك ايه؟ جنرال اكسسوارز، تدريبات عامه على الفوكابلري. دي حاجه جديده هناخدها معاك يا شباب في العنوان اللي قدامك ده، بيقول لك choose two correct answers from answers out of the five options given. في السؤال ده على غير العادة طبعا في المرحلة الإعدادية ما كانش عندك تختار إجابتين خالص، كنت تختار إجابة واحدة. لا، بيجي في الامتحان عندك سؤالين، أول واحد وتاني واحد في تشوز، بتاخد فيهم إجابتين من الخمس إجابات المتاحة. يقول لك فيها ساينس آر تراينج تو إليمينيت، العلماء بيحاولوا إن هم يقللوا أو يزيلوا زي ما the A of burning oil، لحرق زيت البترول، on the environment على البيئة، عايزين يعملوا eliminate بمعنى يزيل زي ما قلنا. طيب impact تأثير، ولا safety أمان، ولا respect احترام، ولا development تطوير، ولا effect تأثير؟ عايزين يزيلوا ال impact أو ال effect، عايزين يزيلوا تأثير حرق
زيت البترول على البيئة. اتنين بتقول my uncle lives in an isolated village، عمي بيعيش، عمي أو خالي مش هتفرق، بيعيش في قرية معزولة. The word isolated هنا can be replaced by، يمكن استخدامها بواسطة ايه في الخمسة اللي جايين دول، عايزين اتنين. close معناها قريب، remote معناها بعيد أو نائي، smart معناها أنيق أو شكله جميل، وعندي distant معناها بعيد، وعندي violent معناها عنيف. كلمة ريموت وكلمة ديستانت هما الاثنين يساوي كلمة isolated. نحرك الشاشة عشان نخلي جملة ثلاثة اللي ظاهرة. The Galapagos Islands، جزر الجالاباغوس in Ecuador، في الإكوادور، are famous for، مشهورين بـ their unique animals. الحيوانات فيهم فريدة من نوعها. عايز المضاد لكلمة فريد من نوعه تبقى common، شائع، small صغير، normal طبيعي، strong قوي، cheap رخيص. خلنا common، خلنا normal، هما الاثنين عكس كلمات unique. في أربعة بيقول لك فيها pollution، التلوث جاء فرق بعدها، so many problems، مشكلات عديدة. brings يجلب، does يفعل المعنى الحرف ليها، cause يسبب، causes يسبب، takes يأخذ. خلنا brings، خلنا causes، يعني ينفع pollution brings so many problems، وينفع pollution causes so many problems، التلوث يجلب، يجيب أو يسبب العديد من المشكلات. خمسة بتقول the old man، الراجل العجوز، sat down and leant، وجاب فراغ the wall to rest. الراجل العجوز جلس، وايه بقى الحيط علشان يريح، عايز اقول لك اتكأ على. طيب نقول ايه؟ نقول leant on ولا off ولا against ولا from ولا in، leant on او against بمعنى اتكأ على، يعني ايه مايل على حيط كده بجسمه استند عليه. تنفع بحرف جر اون، تنفع بحرف جر اجينست. الجملة واحدة في فكرة الاختيار بإجابتين. في ستة، when I was young، لما كنت صغير، I liked very much to trek، أنا كنت بحب جدا إن أنا تريك. تريك معناها يذهب في رحلات مشي شبع، تمام؟ the countryside اللي هي إيه؟ الريف. طيب تريك إيه بقى اللي ينفع يجي معاها؟ نقول تريك كروس ولا أكروس ولا ذو ولا although ولا ثرو. الله الله الله، فين معانيهم يا مستر؟ طب نترجم الجملة الأول على بعضها بالإجابات وبعدين نقول لك باقي الكلمات التانية. بيقول لك when I was young، عندما كنت شاب، لما كنت صغير، I liked very much to trek across the countryside، معناها كنت أحب أتمشى عبر الريف، المناطق الريفية أحب أتمشى عبرها. أو كلمة through معناها من خلالها. طيب إيه الكلمات التانية؟ كلمة cross معناها يعبر، يبقى بتعدي حاجة أنت من اليمين للشمال، بتعدي بالعرض، بتعدي بالعرض، يبقى دي اسمها كروس، يعبر، تعدي الحاجه بالعرض، تمام؟ مش معناها عبره، خلاص. طيب كلمه ذو والذو هما الاثنين معناهم على الرغم من كذا، ودول روابط يفيد التناقض، يعني تربط بين جملتين متناقضتين. نحرك الشاشه ونرجع للعنوان الطبيعي اللي انت متعود عليه، اللي هو اختيار اجابه واحده من الاجابات المتاحه قدامك، A B C or. اول جمله اقول فيها يو ماست، يجب عليك، وجاء فراغ a note، نوت معناها ملحوظة، of everything، لكل شيء، you hear، انت بتسمعه from your teachers، من معلمينك، ايه يجب عليك، ايه بقى ملحوظة بكل اللي بتسمعه، ها، trick يترجل، يروح مشوار ماشي، safe معناها امن، دون معنى حرفي ليها يفعل، و make المعنى الحرفي ليها يصنع. لكن لما اقول make notes، make a note معناها يدون ملحوظة، يعني كل حاجة تسمعها تدونها، اكتبها يعني. اتنين بتقول بلاستيك از يوز تو، البلاستيك بيتم استخدامه لكذا، الكتريك وايرز اللي هي الاسلاك الكهربيه، بيعملوا له ايه؟ ايزوليت، تمام، يخليها بعيده، ولا انسوليت يبطنها بحيث انها ما تسببش اذى وتوصل الكهرباء لايدك وانت بتستخدمها، يبقى بتعمل لها زي عمليه عزل، والعزل هنا هو زي قلنا زي فكره التبطين البتاع ده اللي هي بتوع الاستوديوهات، تسجيل الافلام والاصوات والاغاني والحاجات دي. بيرن المعنى الحرفي ليها يحرق، وعندي بريك المعنى الحرفي ليها يكسر. انت بتعمل ايه؟ انسيوليت الكتريك وايرز، بتقوم بعمليه عزل وتبطين للاسلاك الكهرباء. جنرالس بيبول، الناس اللي بتتميز بالكرم، ار اولويز ريدي تو، دايما مستعدين لايه؟ فولنتري ورك، العمل التطوعي. طيب ايه بقى؟
دو فولنتري ورك ولا ميك ولا جيف ولا تيك؟ دو معناه يقوم بأداء كذا وفعل كذا، ده مصطلح على بعضه مع فولنتري ورك. دو فولنتري ورك. The museum المتحف is open daily، مفتوح يوميا. A for Fridays عايز اقول لك ما عدا. طيب except معناها فيما عدا، accept معناها يقبل، expectedly على نحو متوقع جاء من الفعل expect يتوقع، exist معناها يوجد، except فيما عدا إجابة واحدة صحيحة except for طبعا مع حرف الجر موجود فوق في الجملة. حركنا مع جملة رقم 5 بتقول My brother أخي جاء فراغ university last year الجامعة السنة اللي عدت. ها went ولا started ولا took ولا brought؟ went معناها ذهب. طيب فين حرف الجر؟ went to. ماشي started مش محتاجة وراها حرف جر. took هو في حد هياخد الجامعة؟ طيب بروت احضره؟ لا اقول ايه ستارتد يونيفرستي معناها بدا الجامعه. عايز اقول لك ايه اول سنه جامعه بالنسبه له كانت ايه؟ كانت السنه اللي عدت. When I first visited Cairo لما زرت القاهره اول مره I A lost عايز اقول لك انا تهت، يقولها بايه؟ had lost ولا introduced ولا got ولا found؟ عندك صيغه اسمها get lost معناها يضل طريقه يتوه يعني. سبب ليه؟ I went trekking along the beach رحت في تمشية بطول، كلمة along معناها بطول، بطول البلاج. الكلمة tricking دي يا شباب the word tricking here is a synonym المرادف ليها fishing يروح يصطاد ولا hiking يتمشى ولا losing يخسر أو يفقد ولا fabricating. تمام أنت كده بتعمل hiking، الهايكنج اللي هو التمشية زيها زي tricking بالظبط تدي نفس المعنى. The village benefited a the new canal benefited from الجملة على بعضها معنى إيه؟ القرية انتفعت استفادت من القناة الجديدة. ما ينفعش of ما ينفعش to ما ينفعش about. لسه بقول لك فيها ذا تورست المعنى الحرفي ليها السائح، بس اصبر هيتغير معناها مع الكلمة الجديدة. It's very important مهم جدا. طب ايه ده اللي هو مهم جدا؟ فاكتوري مصنع، ايكوتوريزم السياحة البيئية، ايكو سيستم النظام البيئي، اندستري معناها صناعة. طيب ذا تورست اندستري اللي هي بيقول يقصد بها ايه؟ يقصد بها الصناعه الخاصه بالسياحه او صناعه السياحه. يعني ايه؟ يعني الصناعه السياحيه، يعني ان انت تستثمر في الفنادق، في وسائل النقل للسائحين، باماكن الترفيه، دي اسمها صناعه السياحه. نحرك الشاشه مع الجمله رقم 10 بتقول الجمله When the fan was turned on لما المروحه اشتغلت. طيب ايه اللي حصل؟ اتس اير هواها بلو ذا بيبر. عايز اقول لك طير الورق. طيب ايه حرف الجر اللي يجي مع بلو؟ اف بدبل اف طير الورق. دونت اسك الياء فور هيلب لا تطلب المساعده من علياء. ليه يا عمي؟ اسك سمبادي ايلس اطلب من حد تاني. طب ليه ما خدتش also to برغم ان الاثنين معناهم ايضا؟ لان somebody ينفع اجيب معاها else لكن ما ينفعش اجيب معاها الكلمتين also او to. في النظر فيها we have to حتى ما علينا ايه بقى electricity كهرباء to avoid paying عشان نتجنب دفع much money المزيد من المال. يبقى كده عايزين نعمل ايه؟ conserve يحافظ على ولا conservation الحفاظ على or conservationist الشخص نفسه conservative بمعنى محافظ وده له علاقه بالتقاليد والحاجات دي مش محافظ بمعنى يحكم مكان يعني. طب وي هاف تو كونزيرف لازم نحافظ على الكهرباء يقصد بيها ان هو الاقتصاد في الاستهلاك يعني. 13 بعد الفراغ does the least harm to the environment بيسبب اقل ضرر للبيئه ده اللي هو ايه؟ ايكوتورس السائحين البيئيين، ايكوتوريزم السياحه البيئيه السياحه نفسها، ايكولوجي اللي هو علم البيئه، وعندي ايكو سيستم النظام البيئي ايكو توريزم السياحه البيئيه بتسبب اقل نسبه ضرر للبيئه. فراغ وبعد كده دو نو هارم مش بيضر ذا انفايرمنت مين بقى اللي مش بيضر البيئه خالص؟ ايكو تورست السائحين اللي هم المحافظين على البيئه. نيفر بوت يور لايف اوعى ابدا تضع حياتك ان ايه؟ في حرف جر هو موجود. طيب ان دينجر، ان دينجر معناها يقود للخطر. endangered معرض للخطر، danger الخطر ذاته، و dangerous معناها خطير. never put your life in وبعد كده كلمة danger اوعى
تعرض حياتك للخطر أو تضع حياتك في خطر. حركنا الشاشة عشان نخلي جملة من 16 ل 19 ظاهرة معانا. بيقول في 16 never أبدا your life. never in danger، هنا بقى إيه فعل. لا تعرض حياتك للخطر، بس في فرق بقى. لحظة واحدة نرجع بالجملة. never put your life، ما تحطش حياتك in danger، في خطر، لكن in danger ده فعل معناه يعرض للخطر. تمام، خدت بالك من الحتة دي؟ طيب نرجع تاني، نروح للجملة رقم 17. he is an، هو ايه؟ who works hard to stop damaging nature، هو ايه؟ وبيعمل بجد واجتهاد علشان يوقف تدمير البيئة. environment بيئة، environmental بيئي، خلاص؟ عشان تقدر تحفظها environmentalist، خلاص كده عشان تقدر تحفظها وتسمعها مع نفسك. طيب المهم، وبعد كده environmentally معناها بيئيا، ودي واخده شكل الظرف، تمام كده؟ طيب he is an environmentalist، يعني انسان محافظ على البيئه، شغلته ده ان هو يوقف تدمير البيئه. 18 it is necessary، انه من الضروري to keep your children، انك انت تحافظ على اطفالك in a from bad، في ايه؟ من السيء company، الصحبه، من الصحبه السيئه اللي هم اصدقاء السوء زي ما بيقولوا. طيب isolate يعزل، isolated معزول، isolating العزل، isolation ده النون، in isolation from بمعزل عن او بمنأى عن، يعني ضروري انك انت تبعد تحافظ على ابنائك بمعزل بمنأى عن الصحبه السيئه. الجمله الاخيره بيقول لك I refuse to park my car next to that، انا رفضت ان انا اركن عربيتي بجانب ايه؟ وول هايد ذات لوكد، از اف، اللي بدا كما لو كانت ات واز جوينج تو فول، هتقع، ها، لين يتكئ او يميل، لنت ماشي، اتكأ او مال، لينينج مائل، خلاص لينز الفعل المضارع بتاعها، ذا لينينج وول، الحائط المائل، حيطه مايله، هو طبعا ايه ما رضيش يحط عربيته جنبها خوفا منها ايه لا قدر الله تقع كده. شباب انتهى تدريبات الفوكابلري، جاي على الدرس الاول والثاني، جبناها لك من الكتاب المعاصر العام 2024، لكن ان شاء الله تتبنى معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله نلتقي بالمزيد مع معلم خبير اللون زي مسؤول عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.